دايما بنحب نشارك معاكم البنات المختلفه واللي عندهم موهبه. ضيفتنا عندها اكتر من موهبه بس اتميزت بالعزف على اله الساكسفون زي ما شفنا كده، وهو طبعا من الالات المختلفه. وضيفتنا ان شاء الله النهارده هتسمعنا اغاني عليه النهارده مختلفه. النهارده ضيفتي هي نهى محي الدين، عازفه الساكسفون. اهلا بيكي، نورتيني، سعيده بيكي جدا. وايه الدخله الجميله دي؟ ميرسي يا نورة، أنا مبسوطة جدا إن أنا معاكي النهاردة واحنا وفي أسعد. ETC، يعني ده يشرفني أكيد. احنا اللي شرف لينا ومبسوطين بيكي جدا. وعايزة أبدأ معاكي بقى بالدراسة، درستي إيه يا نهى في الأول؟ هل درستي حاجة ليها علاقة بالمزيكا ولا لأ؟ لا خالص، أنا هفاجئك تماما. يعني أنا أنا أصلا اتفاجئت من أول. لأ خالص، أنا اتفاجئت. لا خالص، أنا خريجة صيدلة الجامعة الألمانية، اتخرجت 2017. بشتغل في الكارير الصيدله بشكل طبيعي جدا، عندي شغلي. بجد؟ انا حاليا بشتغل بزنس ديفلوبمنت في مالتي ناشونال، او في المجال ناحيه المجال الطبي. يعني انا بعمل الساكسفون كسايد هوبي كده، حاجه انا بحبها وبحب اعزف ولقيت نفسي فيها. فدي حاجه جانبيه، لان انا بحب الحياة جدا وبحب أي حاجة بتعبر عن الحياة. فطبعا المزيكا من الحاجات اللي بتكسبرس الحتة دي، أو طبعا بتوضح جدا المشاعر الإنسان والحاجات اللي هو بيمر بيها. يعني صح. طب ازاي صيدلة وازاي شاطرة جدا كده في العزف على الساكسفون؟ ايه اللي خلاكي تختاري الآلة دي بالذات علشان تعزفي عليها كمان؟ بصي، انا الساكسفون آلة مميزة جدا زي ما انتي بتقولي، مش ناس كتير بتختار الساكسفون انها بالزبط. تعزفه. مش آلة كومن، وده اللي عجبني فيها، ان انا عاوزة يعني اعرفها اكتر، عاوزة اتعلم عليها. لا انا كمان لما بدأت اتعلم ساكسفون انا اتعلمت النوتة، فانا اتعلمت الميوزك لانجوج او لغة الموسيقى، عشان انا مهتمة ان انا ادخل في تفاصيل الموسيقى، مش بس اكون بعزف اغنيتين وشاطرة فيهم. لا انا عاوزة اعرف يعني المزيكا اللي انا بسمعها دي شكلها عامل ازاي كتابة يعني. طبعا والالحان بتاعتها والحتة دي، فده كان سبب من اسباب ان انا يعني اشمعنى الساكسفون، لان انا مش بروح ورا الحاجات اللي الناس بتحبها وخلاص. انا بحب ارسم طريق بنفسي، يعني الحاجة دي انا عندي هواية فيها بحب اسمعها، طب ما اعزفها ليه لا. هي بدأت كده، فكرة بدأت كده يعني. طب ما احنا حابين نسمع منك حاجة كمان، ممكن اكيد سمعينا ايه طبعا، بقى؟ ممكن اعزف لكم قصاد عيني قصاد عيني لعمرو عمرو دياب دياب. طبعا. يلا طبعا. بالظبط، احنا ايه يعني كان قديم في الاول، ف ندخل في حاجه جديده شويه. ما فيش مشكله، هنجيب النوتة حالا ونبدأ قصاد عيني، ما فيش اي مشاكل خالص. طبعا اغنيه قصاد عيني من الاغاني الجميله جدا جدا ورومانسيه كده. وعايزه افتكر كانت سنه 2000 وكام، تهالي 2007 2006 2007 الالبوم ده، كانت اغنيه حلوه قوي، ووقت لما نزلت كانت عامله ضجه كبيره جدا، الالبوم نفسه كان عامل ضجه كبيره جدا. هنسمع بقى دلوقتي احنا عزف قصاد عيني من نهى محي الدين على الساكسفون. تمام؟ ايوه الحمد نظبط لله. السيت جبنا النوتة. يلا بينا يلا بينا.
برافو جدا، حلوه قوي. نوها، هل الآلة دي صعبة ولا سهلة؟ يعني أنا شايفة إن هي أكيد محتاجة نفس طويل عميق، وبتتحكمي في الموضوع ده إزاي كمان من غير ما تدروخي مثلا أو تتعبي؟ لأنه يعني الواحد، معلش ما تزعليش مني، الواحد لو نفخ بالونة بيدوخ، فاهمة يعني؟ بجد ما بهزرش، بالنسبة للناس العادية ما جربوش قبل كده آلة نفخ، لما بننفخ بالونة بندوخ. أنتي بقى بتتعاملي إزاي ودربتي نفسك إزاي، عملتي إيه؟ بصي، هو زي ما انتي بتقولي it's very challenging، يعني ده التشالنج الكبير اللي فيها موضوع النفس. بس احنا طبعا بنعمل تمارين نفس على طول، لان احنا المفروض بناخد نفس كمان من بطننا، يعني بنوصل للبطن عشان الرئه لوحدها مش كافيه، مش كفايه ان انا فبوصل لبطني، ان انا باخد نفس من بطني وببدا اطلع النفس من بطني ومن الرئه كمان. ده تكنيك لازم. يس، تكنيك طبعا. بالتمرين الموضوع ده بيتحسن جدا. انا في الاول ما كنتش بعرف اعمل نغمه واحده وانا بنفس، فطبعا الجود باتر خلال السنين. يعني الفكره كلها ان الموضوع محتاج تدريب واستمراريه. يعني هو قرار في الاول بيبقى قرار ايه ده، الله انا بسمع اغنيه حلوه انا عايزه اعزف زيها. بعدها الشخص لازم ياخد الاكشن المناسب ان هو يمشي على خطوات وكوميتمنت او التزام معين في حياته، ان الساكسفون بيبقى جزء من حياتك اليوميه. زي مثلا ما احنا بنروح الشغل وبنعمل تمارين معينه رياضيه، فاحنا برضو بنتمرن على الساكسفون عشان نقدر نخلي مستوانا يعلى. مظبوط. لما جيتي بقى تقرري ان انت تعزفي ساكسفون جنب الصيدله، جنب مهنتك الاساسيه ان انت دكتوره صيدلانيه، العيله، الناس كان رايهم ايه؟ يعني اما قالوا لك، ما قالولكيش حاجه ليها علاقه، طب انت دكتوره، طب الطب، طب المذاكره دي كلها توديها فين، الحاجات دي كلها، قال لك ايه؟ والله يعني دي حته فعلا حصلت بقوه جدا، لانه كمان اختيار الساكسفون، طب ما تعزفي بيانو، طب ما تعزفي الات تانية. فيا جماعه انا عجباني الاله دي، وعاوزه يعني اقول لك الستوري بتاعتها. انا جالي فتره كنت بسمع كتير جدا ساكسفون، لدرجه ان انا قلت طب يعني هو انا ليه ما اعزفش طالما انا مهتميه قوي بيها، مستمتعه جدا بيها كده، ليه لا بجد. خدت قرار على طول، نزلت اشتريت ساكسفون، حجزت سيشنز. وبعد كده، ما هي دي بقى النقطه اللي انا دايما بقول عليها، ان الواحد مش هيقعد يرسم الطريق على طول او يعمل بلان طويله بحيث ان هو يعني يبقى متحضر للمستقبل، يلاقي خطه طويله المدى وكده. بالظبط، لا بالعكس، خد الاكشن دلوقتي وابدا وشوف ايه اللي هيحصل، هتكتشف الطريق وانت يعني وانت ماشي فيه. يس، بالظبط بالظبط. دي حته انا عشان انا شخصيتي اصلا سبونتينيوس، يعني انا بحب اعمل حاجات مختلفه، وليده اللحظه، ما بتعمليش خطط. يس، بحب اللي هو يلا دي كده، طب يلا ننزل نشوف ده ايه. فساعتها الساكسفون جه كده، ناس كتير تشالنجد مي انه يعني اهتمي بالحته بتاعه الشغل والدراسه بتاعتك وكده. بس انا بعمل ده وده، يعني انا محافظه على شغلي، الحمد لله بوزيشن كويس في الشغل بتاعي، وفي نفس الوقت بعمل الهوايه اللي انا بحبها اللي هي بزون اوت فيها من العالم بقى. ودلوقتي رايهم ايه بقى بعد ما ما شاء الله حققتي؟ بالظبط، اللي هو بقول لهم دلوقتي شفتوا بقى انا كان عندي حق، يعني خلاص انا بقيت بعرف اعزف كويس. طبعا في الاول الصوت كان سيء جدا، ما كانش ميوزيكال، يعني احنا بنسمع حاجات عظيمه، لوي ارمسترونج، ناس فنانه بتعزف عزف راقي جدا. انا بحب لوي ارمسترونج قوي جدا قوي. انت كده بتعزفي بتسمعي ساكسفون؟ بسمع. ايوه بالظبط، نفسي اعزف بس يلا بينا خطوه لحالها. فبتسمع ده وبتبقى عاوز ترجمه على الانسترومنت، بس بتحس ان انت لسه ما عندكش القدرات اللي تخليك تطلع الصوت ده. فالموضوع ده شويه بيبقى محبط في الاول، لكن بيحتاج بس ان انت تفضل كوميتد على الحاجه اللي انت بتعملها، وبعد كده بتوصل لنتائج ممتازه جدا يعني. احنا شفنا لك فيديوهات، ويعني شفنا اكتر من فيديو ليكي وانت بتعزفي اكتر من مكان. يس. فيديوهات حلوه قوي ومبهجه قوي، برضو كلميني عن التجربه دي، ان انت بتروحي اماكن وتعزفي وسط الناس، ورد فعل الناس عليكي بيبقى عامل ازاي، انت بتحسي بايه؟ انا ببسط جدا، لان انا بحب اوصل الاحساس بتاعي بتاع المزيكا والاغاني اللي انا بعزفها باحساسي انا، فبحس الناس اللي حواليا بتاخد الاحساس ده وبتبسط، وبيبقى فيه انرجي لطيفه جدا. يعني عزفت في كذا مكان، انا على طول باخد معايا الساكسفون لو انا مسافره، لو انا مثلا حد من صحابي عنده مناسبه، حاجات كده. بحب ان انا اكون دايما يعني موجودة وبعمل الحاجات اللي أنا
بحبها يعني. فالناس بقى بتستمتع معاكي وبتاخد من روحك اللي انت فرحانه وانت بتعملي، بالظبط فبتنقلي الروح السعيده دي للناس اللي حواليك. على فكره واحد احنا يعني احنا شفناها، احنا شايفين دلوقتي على الشاشه معانا وانت بتعزفي على البحر قد ايه جميله جدا، والمكان اختيار المكان وانت بتعزفي على البحر دي حاجه لوحدها حلوه قوي. وجودك على البحر اكيد مبهج. ايوه طبعا، دي يعني لحظه عشوائيه جدا. انا كنت رايحه اصلا حتى معيش الميوزك ستاند اللي انا هسوق يعني هعرف احط الموبايل، فكنت معايا الساكسفون فطلعت الساكسفون وقلت هعزف واحط الموبايل على الكرسي. الله عليكي والله جميله. بس دي فرح واحده من صحابي كان في السخنه. اكيد عملتي جو تاني للفرح وروح تانيه. كان فايب لذيذه جدا وناس اتبسطت قوي، وانا بعد العزف ببقى في مود مختلف تماما، بحس ان انا مبسوطه ان عندي انرجي عاليه جدا. يس بالظبط. الناس بتحب الآلة بتاعتك وبتتفاعل معاها صح؟ يس جدا. باي ذا واي اللوحة اللي محطوطة في دي لسه هتجي لها انتي اللوحة دي كمان. انا اللي رسمها. انتي اللي رسمها. لا احنا لازم بقى هنسمع حاجة. عايزين نسمع حاجة ونرجع بقى نتكلم عن الرسم. خدنا نفس كده خلاص عميق صح؟ يس خدنا شوية نفس نرجع نفس تاني عميق. يلا بينا بقى. يلا بينا هنسمع حاجة. سامعينا ايه؟ دلوقتي هسمعكوا سهر الليالي. يلا سهر الليالي. يلا بينا بالراحة على النوت. ايوه مش عايزينها تزعل المرة اللي فاتت.